نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری بر عظمت محمد مصطفیٰ بلند تر صلوات، ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمہ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة أيديني بالكساء الجمال فغتيني به فأتيته بالكساء الجمال فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكمال فما كانت إلا ساعة وإذا قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة أقوالي فقال يا أمه إني أشم طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله
صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اخترعه الله أتعزن لي أن أكون معكما فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد عزمت لك فدخلا معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا يمين المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فكنت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعذرني أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحبي قد عزمت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد عزمت لك فدخلت تحت الكساء فلما تملى جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بدر في الكساء وأمي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم ومحب لمن أحبهم
انهم مني وانا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واتهم عنهم رجسا وطهرهم فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتها الذين هم بعد الحساب فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن بعد الحساب فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدم الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها فقال جبرائيل يا رب أتعلمني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم صالحا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يكرمك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنني يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا آمين وحي الله إنه لم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فكان علي إذن والله خذنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي يا علي يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج له همه ولا مغموم إلا وكشف له غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى له حاجته فقال علي إذا والله خذنا وسعدنا وقلال شيعتنا فعلوا وسعدوا في الدنيا والآخرة وربي
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي بحق محمد المصطفى، إلهي بحق علي المرتضى، إلهي بحق فاطمة الزهراء، إلهي بحق حسن المجتبى، إلهي بحق حسين شهيد كربلاء. حدیث کے ساتھ اسباب جملہ مومنین مومنات مرحومین مرحومات بالخصوص بابا سید خالصن شاہ صاحب کے روح کو احساس انہاں دے سیدہ کبیرہ گناہ معاف فرما لے باہو الحمد کا سایہ نصیب فرما جامع کوثر مولا امیر کے حق نصیب فرما حاضرین دے سیدہ کبیرہ گناہ معاف فرما حاضرین دے مرحومین دے سیدہ کبیرہ گناہ معاف فرما استاد محترم سید اسد شاہ صاحب دی توفیقات دی خیر اضافہ فرما انہاں نو بار بار زیارت امام حسین تو مشرف ہون دی توفیق عطا فرما ساری دعا کو مستجاب فرما امام زمان دا جل ظہور عطا فرما اللہم صلی علی محمد وآل محمد.